أبنائي الأعزاء، زملائي وأساتذتي الكرام، قبل ما أبدأ حواري وحديثي فيما هو قادم، أحب أعرفكم بنفسي. أنا الأستاذ الدكتور محمد فريد الشربيني، أستاذ الجراحة ورئيس أقسام الجراحة بكلية الطب المنصورة. حصلت على الأستاذية سنة 1995، حالياً أشغل منصب رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب، وقبل ذلك تبوأت العديد من المناصب الإدارية، منها مدير مستشفى لمدة حوالي 3 سنوات للمستشفى الجامعي، ثم مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة سنة 2005 إلى 2007. بالنسبة للناحية العلمية والأكاديمية اللي بتميزنا في جامعة المنصورة وتميز أساتذتنا، يمكن بشترك مع العديد من الأساتذة والزملاء فيها، إن أنا نشرت أبحاث على المستوى الدولي بعد فترة أستاذ، اللي هي بعد فترة 1995، في ال 15 سنة اللي فاتت أبحاث منشورة عالميا، حوالي 24 بحث في مجلات عالمية وفي مجلات محلية، ونحن لا نغفلها، حوالي 37 بحث بعد فترة أستاذ. حصلت على عدد من الجوائز المحلية والدولية والجامعية في خلال هذه الفترة السابقة. حضرت العديد من المؤتمرات، كنت فيها يا إما رئيس جلسة يا إما محاضر. في عدد المؤتمرات المحلية عددها حوالي 73 مؤتمر، وفي المؤتمرات الدولية في خارج مصر حوالي 54 مؤتمر. عضو في مجموعة جمعيات عالمية في التخصصية بالنسبة للمجال الذي أعمل فيه، وكنت مدير إقليمي لجمعية دولية للجراحة لمدة 6 سنوات في مصر والميدل إيست والشرق الأوسط. أسسنا جمعية حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحين، ده سنة 1998، وكنت أنا صاحب هذه الفكرة. وبعد ذلك أصبحت لها مجلة عالمية ولها مستوى من المعامل التأثير أو الإمباكت فاكتور اللي احنا بنقول عليه دائما، وبنحسب المجلات على هذا الأساس. لقد قدمت للترشيح لمنصب رئيس جامعة المنصورة، لأن هذه الجامعة لم أخرج منها من سنة 1970، من 1970 يوم كنت طالب في كلية الطب المنصورة، ومن يومها فنائب ثم معيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس وأستاذ أخيرا. لقد عملت في هذه الجامعة طول هذه الفترة ولم أخرج للعمل بالخارج، إنما خروجي للخارج كان كل مؤتمرات علمية أو دولية. إن أنا كأعضاء التدريس في هذه الجامعة نحب جامعة المنصورة ونحب التطوير لها، ونحب إنها تبقى من أفضل الجامعات في العالم، ويبقى لها استراتيجية تؤهلها لتصبح جامعة من 500 جامعة أو من 100 جامعة على مستوى العالم والأولى إفريقية. وبناء على هذا قد وضعت استراتيجية للتطوير لجامعة المنصورة يكون مؤداها في ال5 سنوات القادمة أن تحصل جامعة المنصورة على موقع عالمي مميز، بحيث أن تصبح واحدة إن لم تكن من 100 الأوائل فمن 500 الأوائل على مستوى العالم. عشان نعرف الوضع الحالي لجامعة، عشان نعرف قبل لازم عشان نطور لازم ندرس. الدراسة المتأنية لجامعة المنصورة تبين على أعضاء التدريس في الجامعة 6000 طلاب، 1000 جهاز الإداري، حوالي 19000، وهو مهم جدا. الموارد المالية تقرب من 2 مليار. التمويل الذاتي في جامعة المنصورة يمثل 10% فقط، وهو حوالي 200 مليون جنيه. هذه النسبة 10% إمكانيات جامعة المنصورة، أعتقد أن عندها من الإمكانيات التي تزيد هذه النسبة من 10% إلى حوالي 30% إلى 60%، وده نأمله في نهاية الخطة الخمسية اللي احنا حطيناها الاستراتيجية.
لما نشوف مستوى تكلفة الطالب هنا في الجامعة في الكليات هنجد فوارق بين الكليات وبعضها. فبرضه بنقول هذا الكلام ان تكلفة الطالب مثلا في كلية زي كلية الطب حوالي 11,000 جنيه في العام، في بعض الكليات بتبقى اقل من 1000 جنيه في العام في بعض الكليات النظرية، وهذا اعتقد لابد ان يزيد ويبقى بنسبة اعلى وافضل من هذا. انا في رأيي وفي تصوري ان اللي يدير جامعة المنصورة او اي جامعة في مصر في الوقت الحالي لابد ان يتميز بحاجتين مهمين جدا جدا: شخص قادر على وضع استراتيجية للجامعة، واهم من ذلك او بالتوازي لابد ان يكون قادرا على ادارة ازمات، لان احنا بنمر في منعطف خطير جدا في هذه الفترة. احنا في مرحلة مفصلية جدا لمدة على الاقل عامان. هذه المرحلة المفصلية عايزة تضافر من كل الناس، جهاز الإداري والجهاز التعليمي وأعضاء التدريس، يجب أن ندير هذه الجامعة في هذا الوقت كإدارة أزمة، لأن الظروف اللي تمر بها البلد ظروف خطيرة جدا. فإحنا لابد أن يكون هذا الشخص يستطيع إدارة الأزمات. الخطة الاستراتيجية لو جينا نتكلم عليها خمسية لمدة 5 سنوات، وانا قصدت اول 5 سنوات يمكن ما يسعدنيش الحظ ان انا اكمل 5 سنوات، لان احنا لازم في هذا الوقت وفي هذا التوقيت نضع خطط لا تتغير بتغيير الاشخاص. مش كل ما بيجي حد بنيجي نقدر نشيل خطة ونحط خطة. هي في ثلاث عوامل لانجاح اي اوبجكتيف او اي هدف من الاهداف، وثلاث خطوات لابد من وجود SPO الستراكشر يبقى موجود عندنا، والبلان اللي هو يحقق الاوبجكتيف او الهدف اللي احنا عايزينه، وثم البروسيدور او التنفيذ، ثم الاوتكم وهو اللي احنا حصلنا عليه. هذا الكلام وهذا المنعطف اللي احنا بنتكلم فيه، الثلاث خطوات دول هناك لابد بالنسبة لي الستراكشر، بالنسبة للبروسيدور اللي بتتم أو التنفيذ، لابد أن تكون الخطة خطة ديناميكية وليست خطة وليست وثيقة إحصائية يقاس مقدار تقدمها بما الخطة من واقع ملائم الافتراضات، لأن هناك تغيرات داخلية. هذا لابد أن تكون الخطة خطة مش ثابتة، خطة فيها نوع من المرونة والحركة عشان تبقى ديناميكية لتحقيق الأهداف. الحاجة الثانية، هناك 7 مجالات رئيسية أنا حاططهم، عشان 7 مجالات الرئيسية دول عشان التطوير. أولهم التميز التربوي والتحسين الجامعي سواء للإدارة أو الموارد البشرية، الاستمرارية المالية ودي مهمة جدا جدا الموارد، الارتباط المجتمعي، نوعية البحث لابد أن تكون الأبحاث بنوعية خاصة ترقى بالجامعة وتسوق عالميا، ضمان توكيد الجودة، وتحسين أحوال، سابعا وهي نقطة مهمة جدا وأنا دايما بقولها، تحسين أحوال أعضاء التدريس. لا يمكن إصلاح العملية التعليمية بدون أحوال مناسبة لأعضاء التدريس، دخل لائق بيهم، رعاية طبية متكاملة على أحسن وجه على نفقة الجامعة والدولة، بحث علمي مميز، مساعدة في المؤتمرات وورش العمل بحيث ألا يكون أعضاء التدريس يحتاجوا دعما بسيطا فقط، يحتاجوا دعم لهذا، ما يبقاش إن احنا بنقول إن احنا بندي مبلغ بسيط كل فترة عشان الأستاذ يطلع مؤتمر أو يروح هنا ورشة عمل. فهذا الكلام مهم جدا جدا، بالإضافة إصلاح الجامعة وإصلاح الجهاز الإداري بالتوازي. لا يمكن إصلاح الجامعة، الطاقة البشرية أو الموارد البشرية سواء كانت أعضاء التدريس أو الجهاز الإداري مهم جدا بالتوازي، لا بد من إصلاحهم بما يليق بالجامعة المنصورة. ولذلك الرسالة زي ما أنا قلت قبل كده إن إحنا جامعة المنصورة في هذه 5 سنين لابد أن تكون من أحد أفضل الجامعات العالمية.
وهذه الرؤية أنها جامعة المنصورة تكون لها درجة عالمية من خلال تطبيق أحدث تكنولوجيات التعليم، وأن يكون البحث العلمي يمثل موردا أساسيا بتعليم مميز، مورد أساسي للجامعة البحث العلمي. الجامعة بيت خبرة، ولا بد أن بيت الخبرة هذا أن يستفيد منه المجتمع تسويقا، ولا بد أن يزيد الموارد في الجامعة، لا بد أن الموارد الذاتية في الجامعة ترتفع. الهدف كله في النهاية المنتج أو الاند يوزر بتاعنا في النهاية هو إيه؟ خريج جامعي متميز ومبتكر وله القدرة على المنافسة في سوق العمل، سوق العمل المحلي والعربي والدولي. ودي نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة للخريج، يعني إحنا كلنا لازم نعمل هذا، ولازم نتعاون في إن خريجنا هنا، خريج طب خريج جامعة المنصورة، لابد أن يكون على مستوى مؤهل. العمالة في الدول العربية دلوقتي كلها من جميع الأجناس، العمالة الأجنبية بدأت تخش مصر، العمالة الدولية إزاي المنافسة هنا؟ لابد أن نتعاون جميعا، ليس بكم الدرجات اللي بياخدها الطالب ولا بتعيينه معيد أو خلافه. الغالبية العظمى من الطلبة اللي بيخرجوا سوق العمل بعد التخرج لابد أن ينافسوا، ولابد أن يكونوا قادرين على المنافسة في هذا المجال. ولذلك أهداف الجامعة الطلبة وخريج متميز قادر زي ما أنا قلت، التعليم والمنح الدراسية دي مهمة جدا جدا، وتنفيذ هذه الأهداف. نقطة مهمة نمرة أربعة اللي أنا دايما بحط يعني عليها خطوط هو العمل الجماعي. لا يمكن مؤسسة تقوم وتنتج، والتعليم في مصر مهم جدا جدا، وكل الناس بتتكلم عن التعليم، وكلنا بنتكلم التعليم هو قاطرة وهو وخلافه وخلافه، هذا الكلام كله كلام احنا بنقوله نظريا، انما في واقع الامر لابد جاء الوقت لهذا التنفيذ، جاء الوقت ان التعليم خريج يبقى مميز. لا يمكن احكم على التعليم الا بحاجتين، خريج مميز وبحث علمي مميز، بحث علمي يرقى الى المستويات العالمية. هذا لا يتأتى الا بالعمل الجماعي. العمل الجماعي تضافر بين الجهاز الإداري والجهاز التعليمي. هذه الأهداف اللي أنا بقولها بيتم تطبيقها إزاي، تحقيقها إزاي طبقا لما يلي. أولا هناك رغبة قوية من الجامعة لتحسين الأداء، كلنا نرغب في هذا. نمرة اتنين، إنشاء برامج تعليمية جديدة زي البرامج اللي اتخلقت في كلية الطب والهندسة. لازم هناك برامج متميزة في كل الكليات، وهذه البرامج المتميزة بالتعاون مع جامعات أجنبية. الاهتمام بالمراكز الطبية طبعا، واحنا يعني شغلي في كلية الطب طبعا، المراكز الطبية المتخصصة قد تدر دخلا كبيرا جدا على الجامعة، إعادة هيكلة ليها في حاجات كتيرة جدا جدا. الحاجة الثانية المهمة الطلبة الوافدين، لابد أن نصل إلى أن الطلبة الوافدين على الأقل نسبتهم تبقى 10% من إجمالي الطلاب في الجامعة. عندنا 120 ألف طالب في جامعة المنصورة أو يزيد، لابد أن يكون هناك نسبة حوالي 10% أو تزيد، لأن ده هتجيب دخل للجامعة ذاتيا. التميز في الإدارة الإلكترونية ده النقطة الخامسة عشان نحقق الأهداف. التميز في الإدارة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية لو عدنا نتكلم عليها، والإخوة الزملاء في كلية الهندسة وفي الحاسبات وخلافه قادرين أكتر مني على هذا، إن 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 الإدارة الإلكترونية إحنا عايزين جامعة بدون ورقيات في النهاية. قد بدأنا هذا الكلام من فترة، حوالي في فترة إدارة المستشفيات حاولنا في مستشفى المنصورة الجامعية نقلل الإدارة الورقية، وقد نجحنا في بعض الأمور فيها. يبقى التعليم عن بعد وكل ده لابد أن، والمكاتب الرقمية، هذا المجال ما عادش هي المجال القادم، ليس مجال الورقيات. النقطة السادسة التعاون مع الجامعات الأجنبية والإقليمية والعربية، لازم يفتح المجال على إفريقيا. إفريقيا غاية مجهولة بالنسبة لنا،
ولازم من الخطه اللي انا حاططها ان احنا لازم نفتح المجال في افريقيا. جامعه اسكندريه من الجامعات اللي كانت رائده في وقت من الاوقات وعملت في السودان فروع. ليه احنا ما نعملش في الدول فروع في هذا؟ دي مهمه جدا هذا الكلام، ومش بس على مستوى الطلبه، على مستوى الدراسات العليا، على مستوى اعضاء التدريس. هذا الكلام مهم جدا جدا. ولذلك هناك هدف عام استراتيجي زي ما انا قلت ان جامعه تبقى الاولى افريقيا ومن احسن 100 جامعه، ودي الاهداف الاستراتيجيه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي تطوير التعليم الجامعي بمختلف ابعاده زي ما احنا بنقول، منها التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد والاي ليرنينج والتعليم المفتوح والبرامج الدراسيه المتميزه، وبعدين تقييم العمليه التعليميه. لابد من استبيان، احنا مش هنقعد قاعدين نقول للطلبه لازم يتلقوا، الطلبه لابد نستبينهم في رايهم في العمليه التعليميه ولازم يشاركوا فيها، ولازم الطلبه في تبادل الخبرات مع الجامعات الاخرى لازم يبقى لهم كبير جدا في الفتره القادمه. ونقطه مهمه جدا حشو المناهج الدراسيه، المناهج الدراسيه دي لازم تعدل ولازم تغير، والامتحانات مفهومه لازم تغير بحيث يضمن جزء من الشفافيه اللي احنا كلنا بنرجوها في الفتره القادمه. التحسين المستمر والارتقاء بالاداء الجامعي، طبعا احنا قلنا الميكنه الالكترونيه والتقنيات الحديثه واعمال المحاسبه والماليه والتقنيات الحديثه، وكل الاعمال الاداريه تتم بلا ورقيات، والمكتبات نفس الكلام، والفيديو كونفرنس، يعني في حاجات كتيره جدا جدا في المعاملات الاداريه وفي اللقاءات، بدل ما بنقعد احنا الوقت بنجتمع بالساعات، لا احنا ممكن هذا الكلام يتعمل باسلوب علمي واسلوب الكتروني، ما عادش ان احنا نضيع وقتنا في ان احنا نقعد اجتماعات بالساعات الطويله واحنا مثلا عشان موضوع معين قد ننجزه من الناحيه دي. برضه المنصوره ميديكال اديوكيشن انفورميشن سيستم لازم يكمل في كل فروع الجامعه، في كل فروع المستشفيات. تدبير الموارد الذاتيه، هنا تدبير الموارد الذاتيه دي مهمه جدا زي ما اتكلمت قبلها، في عندنا وحدات ذات طبع خاص، في مؤتمرات وضيافه وفي اوتيل وفي تعليم الكتروني وقريه اولمبيه ومستشفيات ومراكز ومرضى وافدين وتعليم مفتوح، هذا الكلام لابد ان يكون له صدى، لابد ان يعاد جدولته تاني بحيث انه يدخل دخل الجامعه. الجامعه لازم تعتمد من 30 ل 60% ذاتيا، لألا هتحل مشاكل كتيرة جدا جدا، ولازم إعادة هيكلة الأجور وإعادة هيكلة المكافآت، وما احناش عارفين المكافآت قد إيه للناس، ليه لازم يعاد هيكلتها مرة أخرى، دي بدراسة متأنية. ولذلك تدبير الموارد الذاتية زي ما احنا قلنا بالبرامج الخاصة والفروع الخارجية، يعني 12 بند ممكن نزود فيهم الموارد، تكنولوجيا المعلومات، البرامج الخاصة، وطلاب الوافدين والفروع الخارجيه للجامعه زي ما قلنا، باعتبار الجامعه كبيت خبره للاستشارات في كليه الهندسه، كليه الزراعه وبقيه الكليات، وبعدين تفعيل المشاركه المجتمعيه عشان توفير العمل المدربه للمناطق الصناعيه، لازم يخرج خريج يشتغل، مش خريج يقعد على ان هو على مكتب، احنا عايزين خريج مدرب يشتغل وينافس. الهدف الخامس زي ما قلنا دعم النشر الخارجي اللي هو البحث العلمي، البحث العلمي ده كلامه كتير، دعم النشر الخارجي ودعم البحث العلمي وتشجيع المواهب وربط البحوث بمشاكل المجتمع وتشجيع على سفر اعضاء التدريس اللي هيقولوا محاضرات في مؤتمرات عالميه، لازم ياخدوا ما يليق بان هو ما ياخدش ثمن التذكره فقط، لا كل المؤتمرات دلوقتي اشتراكها 500 دولار في واكثر، فهذا الكلام لابد ان يعدل. وعقد المؤتمرات العلميه الدوليه طبعا زي ما احنا قلنا في هذا، تطبيق معايير الجوده والاعتماد، وطبعا احنا عندنا 3 كليات خدم، انما يعني المفروض ان بقيه الكليات برضو الهدف السابع انفتاح المجتمع العالمي، تسويق الجامعه ودي مهمه جدا، التسويق والماركتنج مهم جدا، وفينا اساتذه في الماركتنج كويسين في كليه التجاره وممكن يقوموا بهذا الدور، ونعمل برامج لهذا، نعمل برامج تعليميه مشتركه مع الجامعات العالميه، ودعم الاتفاقات الثانويه مع الجامعات، ودعم استخدام اساتذه زائرين متخصصين زي ما احنا بنعمل. القضايا هناك اخر كلام هقوله هو القضايا الاستراتيجيه اللي تواجه الجامعه. نمره 1 التمويل والعمل على زيادته زي ما انا اتكلمت، زياده اعداد الطلبه وتاثيرها على جوده التعليم، ولازم نجد لها حلول. لن نستطيع ان نقف عائقا امام الطلبه ان احنا اعداد الطلبه.
ده نظام مجتمعي، ولازم بمعطياتنا نقدر نعدل بحيث ان نخرج خريج مميز. زياده اعضاء التدريس ده جزئيه اخرى وما نقدرش نقف وسطها، انما نقدر نعمل نحسن اعضاء التدريس، وندور على موارد علشان تحسين دخوله. المنشات الجامعيه والاستغلال الامثل لها دي برضه مهمه جدا جدا، وتطوير الانشطه الطلابيه عشان تنافس خارجيا ومحليا، وتطوير ودعم البحث العلمي، وده دي السبع نقاط اللي احنا بنقول عليهم اللي احنا لازم يبقى هدفنا بخطه استراتيجيه عامه تحت كل بند من دول. لابد ان يتضافر الجميع، ولابد ان يكون عمل جماعي في هذا المجال عشان ان احنا نوصل بالجامعه لنقطه البدايه، المربع نمره واحد اللي احنا عايزين الجامعه تخرج خريج متميز ينافس سوق العمل العالمي والمحلي والعربي، زائد ابحاث متميزه ترقى بالجامعه الى مستوى انها تكون مصاف ان لم يكن 100 جامعه في العالم تبقى 500 جامعه في العالم. وانا بتمنى التوفيق للجميع، واحنا هنا بالنسبه لرئاسه الجامعه لكل الناس الاخوه الاعزاء اللي داخلين عشان ده داخلين ببرامج اعتقد ان كلهم عايزين الخدمه العامه لهذه الجامعه، هي ليست هناك مكسب نهائي ان احنا بنقول ان احنا داخلين عشان مكسب نهائي، داخلين عشان نتبادل افكار، واصبح الزمن مفتوح ونتبادل وجهات نظر لمصلحه الجامعه. هو از هو از نوت ذا بروبلم، مين اللي يجي مش دي مشكله، احنا لازم نتضافر كلنا لخدمه هذه الجامعه اللي هي عملتنا ورفعت اسمنا، فبالتالي لازم نرد الجميل لها ولهذا الوطن. متشكر، والسلام عليكم.